لماذا نبالغ في الحديث عن مباراة أستراليا؟ الجواب لأن مباراة الأمس كانت 90 دقيقة، أعادت لنا ثقة 10 سنوات مضت. أخالها كانت بين أستراليين بقمصان صفراء مستنفرة، فرت بالتعادل من أشاوسة خضرة قصورة. رأينا فيها بعضا من كبرياء جيل 94 وشيئا من تلاحم جيل 98 وغيظ من فيض جيل 2002، كلها أزاحت ببصيص أمل نافذ بإذن الله إلى روسيا 2018. لقاء الأمس كان سلة مثمرة ننتقي منها حسنات لمستقبلنا معبرة، أولاها لقطة حسن معاذ وبكاء عاشق أخضر، وثانيها صرخة ناصر بقلب عائد لمنتخبه أسمر، وآخرها حسين المقهوي وعمر في لقطة لا يراها من استمر التعصب وتكبر. مثلما كنا مبالغين في انتقاد أتراحنا، ثقوا أننا سنغلو في أفراحنا إن استمرت الروح وتكاتفت الجهود ومزجت الألوان وخرج لنا منتج أخضر يليق بمنتخب يحمل اسم المملكة العربية السعودية. فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج ملعب، أنا هاني العزيز التقيكم على مدار ساعة من الآن لنشاهد فيها وعبرها ومنها كل القضايا الرياضية. أنتم مشاهدين الكرام أكررها دائما جزء مهم من هذا البرنامج من خلال مشاركتكم عبر هاشتاق البرنامج والظاهر الآن في على شاشة، شاركوا بالأسئلة بالآراء بالاقتراحات وإن شئتم بالتعليقات على آراء ضيفينا الكرام. البداية كما عودناكم بالعناوين. عيد انتصرنا بالروح العالية نشهد. الصقر مؤشره أخضر ويقاسم الصدارة. وفي لقطة كلها وطنية حسن معاذ بعد الدموع نجومية اللقاء أيضا. وعمر البطل إصابة لا تدعو للقلق والسهلاوي يعود. يا هلا والله فيكم مشاهدين الكرام، معي اليوم على هذه الطاولة واحد ممن يرسمون الكلمة قبل أن يكتبوها لأول مرة، يظهر معنا في برنامج الملعب الإعلامي والناقد الرياضي عبد الله بن زناني. الله فيك أبو أحمد. الله يبقيك ويسلمك أخوي هاني، وفرصة سعيدة وتحية تليق بك وبالأخ عبد العزيز ومشاهدينا الكرام. أيضا معنا من الدمام الأنيق ومن أحد ممن ساهموا في عجلة التحكيم السعودية عبد العزيز الملحم الإعلامي والناقد الرياضي. هلا غلا فيك أبو محمد. مساء الخير أخوي أبو جاسم، ومسي على أخوي عبد الله، واتمنى ان احنا نقدم اليوم المفيد لجميع المشاهدين. قبل ما نبدا في المفيد يا ابو محمد، يعني انا تدري ان المعلومه اللي قلت لي اياها عن المشموم، اشوفك تضحك عن المشموم، سالت فيها اكثر من واحد، المشموم ما هو بالريحان يا ابو محمد. والله هذا الاهل كلام الاهل يقولون نفس الشيء هم. طيب خليني اليوم، انا حاولت يعني ابو محمد خليني ابدا من عندك اليوم، حاولت اقسم الحوار انا لاجزاء، يعني قبل وبعد واثناء لقاء منتخبنا، حنكون يعني اكثر الحلقه هي عربون صداقه ما بيننا وبين اللاعبين وبين مارفك في مدح بعض من يعني اعادوا لنا الثقه يوم امس. ابو احمد او ابو محمد، يعني المنتخب باختصار امس خذ الكل لغه التشاؤم اللي كنا فيها قبل اللقاء، واعطانا ايحاء كامل باننا مقبلون يعني على ثقه افتقدناها في السابق.
طبعا مباراه استراليا بالفعل يعني كانت بالنسبه لي انا كشخص كنت انا عندي نسبه 65 الى 35 لصالح منتخب استراليا، ولكن الحمد لله المنتخب السعودي اعاد، انا لن اقول اعاد الهيبه كامله، اعاد جزء من الهيبه باذن الله في مباراه الامارات اللي نتعشم فيها خير ان شاء الله تكتمل الهيبه ويعود المنتخب السعودي كما عهدناه منافسا قويا للتأهل لكأس العالم في روسيا 2018. احنا قبل التصفيات اخوي هاني تقريبا نسبة 90% الكل كان متشائم مستبعد ان السعودية يتأهل، كان الترشيح منصب على استراليا واليابان بشكل يعني بنسبة 90% انهم هم المتأهلين، احنا نلعب على المركز الثالث. ولكن بعد مضي 3 جولات انا اعتقد وانا اقولها من هالطاولة المتساوية الكفة بين الأربع منتخبات استراليا اليابان السعودية الإمارات. السعودية قادر بإذن الله أن يعيد البسمة للجماهير بالتأهل، ولا في شيء بعيد. الآن مباراة استراليا أمس كعبنا كان أعلى في أجزاء كبيرة من المباراة، يعني إحنا لابد نكون منطقيين. إحنا هاجمنا الكابتن المدرب الفريق مارفيك باعتباره انه مقيم في لندن، الا جلدناه ما هاجمنا، معليش صحيح جلدناه، وحنا حتى انا مثلا في حسابي في تويتر برا انتقدته، ولكن حنا في النهايه نبي نشوف المحصول، نبي نشوف النهايه ايش قاعد يقدم المدرب. الان في 20 شهر لم يتعرض لاي خساره، صنع او زرع ثقافه الفوز للاعبين للجمهور. الان احنا صرنا خلاص متعودين المنتخب السعودي يا يفوز يا يتعادل، وهذا شيء طيب. طبعا لا انسى الجهاز الاداري طارق كيال، يعني اعتقد ان طارق كيال حتى زكي صالح ترى احنا مهملين هذا الرجل، الرجل هذا اشتغل من بدايه التصفيات مع المنتخب. انا بقول لك شيء على زكي على طارق طارق كيال طارق كيال هذا رجع النادي الاهلي وكان متعرض لهزه، هزه عنيفه كانت تفقده بعد عودته للاهلي، لما نرجع للاهلي سبحان الله عادت الامور لمجراها وعاد الاهلي منافسا ونجح في تحقيق البطولات الثلاث. يعني اعتقد ان في عمل، ولا انسى طبعا اللاعبين، احنا يوم بعد يوم نكتشف ان عندنا لاعبين على مستوى عالي وقادرين باذن الله للوصول الى الهدف. احنا يا ابو جاسم الان المنتخب السعودي لا زال ترى عنده اصابات، يعني اعتقد لو اكتملنا بعوده ياسر الشهراني وبعض العناصر وعوده الكابتن محمد السهلاوي اعتقد ان المنتخب السعودي بيكون صعب على الفرق المنافسه. طيب ابو احمد، يعني صحيح اخي بدري على الفرح، صحيح بدري ان نقول، لكن احنا كنا مفتقدين كثير لهذه الثقه، اترك الفرح على جنب لهذه الثقه، ما بالغ ان قلت ان التكتل اللي صار قبل المباراه وكان سبب كبير، التكتل الاعلامي، التكتل الجماهيري، الحضور كان سبب كبير في هذه النتيجه الجميله او المستوى الممتع للمنتخب السعودي امس. طبعا مباراه استراليا كانت مشهد سينمائي للمنتخب 84 مع اختلاف الشخوص، اختلاف المكان، اختلاف الزمان. مباراة استراليا كانت امس منحنى تصاعدي بدأ من مباراة استراليا امس، لان من عام 2006 ونحن في منحنى هابط مع الألم المنتخب الوطن، وهذا لا يليق طبعا بمكانة المملكة سياسيا واقتصاديا. طبعا كرة القدم منظومة تتكون من 5 أجزاء، المدرب، اللاعبين، الجمهور، الإدارة، الإعلام. طبعا تسألنا أنا وياك قبل اللقاء عن إيش اللي اختلف يعني في مباراة استراليا عن المباريات السابقة. اللي اختلف أن المنظومة اكتملت فقط لا غير، المنظومة اكتملت من كل النواحي، الإعلام كثف الجهود، الجماهير حضرت وبشكل رائع ومتفاعلين، واللاعبين حسوا بخطورة الموقف لأنها مباراة يعني مفصلية. صحيح. والمدرب يعني مع على رغم انتقاداتنا له
ولكن ثباته على التشكيلة أطاح ببعض الرؤى اللي كانت تطلب بعض الأسماء، مع أني أختلف معه يعني أنا، وهناك نقد له للمدرب، وأتمنى أنه يتلافها في المباراة القادمة والمباريات القادمة. والإدارة طبعا وفرت كل شيء، إدارة المنتخب والجهاز الإداري كان على مستوى عالي من حيث التهيئة النفسية للفريق. يعني كل العناصر كانت مكتملة لهذا اللقاء عشان نطلع بالمستوى اللي فيه. لكن أنا بروح لك جزئية أنت ذكرتها يا أبو أحمد، جزئية التشكيلة الكل من ضمنهم أنا، وكتبت فيها ويعني كنت حتغرد بتغريدة ثانية بس مسكت نفسي فيها، كنا نقول من مشاهدتنا التشكيلة الأولية يعني ذهب نصف التفاؤل اللي كنا متفائلين في البداية. الرجل صراحة التشكيلة هذه أقنعتنا وغيرت كثير من مفاهيمنا، إن الرجل أثبت زي ما قلت إن سياسة الاستمرار إنها يعني آتت أكلها مع المنتخب السعودي. أتفق معك، ولكن لو كان مارفك حاضر مباريات المنتخب السعودي كاملة لعرف اللاعب الجاهز من اللاعب غير الجاهز. يعني انتقادنا كان في محله. انتقادنا في محله، ما على رغم النتيجة كانت تعادل، حتى لو خسرنا احنا أدينا مستوى، ولكن ولو فزنا في كل الحالات الاختيارات مارفك كان ينقصها بعض الرؤية، وهذه الرؤية ما يملكها إلا رجل متابع للدوري السعودي وجميع المسابقات. ففي كان لعيبة جاهزين يفترض أنهم يبدأ بهم المباراة، وبدون ذكر أسماء لأنه أمامنا مباراة الإمارات، ونتمنى من الجميع سواء اللي أخطأوا أمس بدون ذكر أسماءهم اللعيب اللي تسببوا في أخطاء واضحة للجميع، لجميع الجماهير، ولكن كان في ناس أجهز منهم موجودين على دكة البدلاء. لو بدأ فيهم مارفك فراح تكون النتيجة مختلفة. يعني أنت كنت تنتظر إقناع أكثر من مستوى أمس يا أبو أحمد؟ بالضبط، إحنا لن يعني نتجاوز الواقع، لا نبالغ في لغة الواقع. لا نبالغ في الواقع، إلى الآن إحنا ما تأهلنا أبدا يعني. طيب. وتعادلنا على أرضنا، النتيجة أمس إيجابية لأستراليا مش لنا. طيب. المفروض نفوز على أرضنا ونتعادل في أستراليا. صح، إحنا يعني لو جيناها بالمنطق إحنا يعني كتاريخ وأبطال هذا بعد يتفق مع كاتب، خلوه يحلل على كيف إذا كان هذا مستوى منتخبنا. كاتب مش على سبورت، يجب أن نتأسف من السيد مارفك لأننا كنا لا نثق به، ولكن في مباراة أستراليا أثبت نفسه. شكرا مارفك. أبو محمد، أمس كان معي على هذه الطاولة يعني مدرب وكان لاعب قبل كذا، ونظرة المدرب قال لي كذا باختصار، قال لي هاني نظرة المدربين تختلف، مباراة أمس تفوقنا فيها بالروح، أما المستوى ما كان في مستوى مقنع بالنسبة لي، وما كان يعني، وقالها لي الكابتن يوسف ما كان، وأكدها بعد عمر باخشوين في اتصال، قال ما كان مارفك مقنع حتى في تبديلاته. والله يا ابو جاسم، طبعا اذا تكلم الكابتن يوسف خميس والكابتن عمر وخشوين يعني هذول مدربين كبار، ولكن انا وجهه نظري كان في شغل فني في المباراه. الهدف الاول انا اعتقد كان من جمله تكتيكيه اللي هي تمريره نواف العابد للشهري الى تيسير. انا اتمنى اللقاء هذه شوي نبتعد عنها في هذه الفتره، نحاول احنا نرفع من شان المنتخب السعودي، احنا المنتخب السعودي ولاعبينا محتاجين للدعم اكثر. بس ابو محمد انا يعني اختلف معك في شغله، احنا دائما ناخذ هذه اللغه دائما نقول نحتاج للدعم بعد الانتقادات كثير. انا احس ان الانتقاد اللي يجي يعني بنيه التطوير هذا الانتقاد المحبب، اما الانتقاد للانتقاد فقط او للتجريح هذا اللي احنا نبعد عنه اكثر. يعني ان نعمم ونقول لا ننتقد ابدا ولا نحاول نعطي سلبيات للاخضر امس، هذه اعتقد انها لغه جافه اكثر. ابو جاسم تفضل. في مقدمتك الجميله انت ايش قلت؟ ايش قلت مقدمتك الجميله اللي في بدايه الحلقه ايش قلت؟ عادلنا مين؟ عادلنا الروح. وعادت ايش؟ الثقه. ورجعت للعام اعتقد 94 و2002 و98 على اي اساس انت رجعت لهذه؟ بناء على الروح فقط؟ لا، بناء على الروح وكان في مستوى صحيح. ايوه، يعني الجميع متفق ان المنتخب السعودي امس اداء وروحا كان موجود في الملعب، يعني فنيا الامس انا شفت يعني موجود الثغرات، الاخطاء موجوده نعلق عليها يعلقون عليها الاخوان، ولكن المنتخب فنيا يعني بدون مبالغه اخر مباراه قدم المنتخب السعودي فيها نفسه كم عام 2007 امام منتخب اليابان. صح، انا قلتها حتى في المقدمه، قلت أيه. انا ما شفت المنتخب من يمكن حوالي 7 الى 8 او 10 سنوات بهذه الطريقه. اي نعم، يعني هذا يدلك انه كان في لعب، وبعدين احنا
كنا متشائمين من المنتخب لما يظهر بالشكل. وحقنا يا ابو محمد ان كنا نتشائم صحيح ولا لا؟ يعني المعطيات كانت تعطينا لغة تشاؤم أكبر؟ والله أنا أقول لك المعطيات نعم تعطيك تشاؤم أكثر بسبب أنت تعرف يا أبو جاسم يعني مباراة المنتخب مع أسترالي يعني في 3 لاعبين لعبوا تقريبا أساسيين ما يلعبون في أنديتهم الآن. صح. يعني نتكلم عن سلمان الفرج الآن ما يعتبر أساسي، نتكلم عن الحربي الظهير اليسار برضه مو بس أساسي، هزازي نتكلم عن نايف هزازي مطالبات كبيرة بإبعاده والمدرب ما كان يشركه. يعني أنا أقول يعني أنا أشوف الوضع المنتخب السعودي الآن جيد، لكن إحنا ما نقول الهيبة عادت كلها، لا عادت جزء من الهيبة جزء، عشان ما نفرط في التفاؤل وفي المدح. بس في نقطة لأخوي عبد الله ودي أعلق على كلامه. أسلم. ممكن تفضل أخوي عبد الله. أنا ودي يعني مثلا لما يطلع عبد الله وكذا ويتكلم ما يتكلم بتحفظ، اذكر أسماء. أنت قلت مثلا أن في لاعبين المفروض أنهم احتياط يلعبون أساسيين، اذكرهم. ما يعني ما أعتقد أن في أي إشكالية. عطنا يا أبو أحمد يلا. لا الرجل أعطاك. لا 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 من بدايتها الموضوع لا أنا متحفظ عليه لأن عندنا مباراة مع الإمارات، فمستحيل أني أقول إن طيب لا لا يعني مستحيل. لا أنا أخذها بنظرتي وجهة نظري اللي هي أنا. انتقاد يعني بلغة التطوير. أنت ودك تطور. شوف شوف في عندنا مجال لأن ولكن أمامنا مباراة بعد 3 أيام لأن ممكن إحنا نرد عليه يعني في وقتها يعني نأخذ ونعطي. ناويك والله اليوم يا لا 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 ما عندي مشكلة أنا ما عندي مشكلة لأن أنا أشوف أنا أشوف أنا أشوف التشكيلة هذه تقريبا بنسبة طبعا العناصر بنسبة أكثر من 90% هي التشكيلة الصحيحة 90% تقريبا. يعني يمكن نختلف على اثنين كذا اثنين. عطني طب أنت خليك واضح من الاثنين تختلف عليهم. أنا بالنسبة لي أنا نايف هزازي ما يبدأ بالمباراة بأي حال من الأحوال لأن أعطي فرص في مباراتين سابقتين. طيب. ما قدم أي شيء. هذه عرفناها ناصر الشمراني صح؟ لا أنا ممكن حتى فهد المولد. طيب حلو. يعني فهد المولد ترى في الاتحاد في مباريات كثيرة لعب رأس حربة. طيب أعطيني الثاني. الثاني إيه؟ في ممكن يكون اللاعب الجبرين قصدك؟ لا 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 مش الجبرين. ها ممكن يكون لاعب بديل ليحيى الشهري. ممكن يعني يكون يحيى الشهري قدم مستوى ممتاز أمس. أقول لك ممكن يعني باعتبار البنية الجسمانية باعتبار البنية الجسمانية أيضا أيضا يا أبو جاسم لو ناخذها حنا كذا حسن كادش لاعب الاتفاق يقدم أروع المستويات. والله أنا معك حسن كادش يعني ولكن لكن إحنا نحترم المدرب أن المدرب حاول أنه يستقر على تشكيلة. صح. وأعتقد الاستقرار نتج عن اللي حنا شايفينه. حنا لا ما لنا عذر أن إحنا نتكلم في المدرب بصراحة. والله المدرب حتى لو كان جالس أنا سمعت برنامجكم البارع صراحة يعني ما خليته شيء فيه ما خليته ولا بقيته في مرفق من ناحية يعني وضحها جلدتوه يعني. لا والله عفو أبو محمد يعني أنت معنا أنت حبيبنا وين جلدنا فيه. بالعكس كل اللغة أمس كانت لغة احتفال يا رجل كنا نمدح. لا 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 في لحظات في بعض أنا أنت شفتها في شوي معهم حقهم من تقدونه لو أخطاء مارفك لكن شوف هو الخطأ الأساسي في مارفك هذا اللي هو إقامته مش في السعودية. هذا اللي خلى الرأي العام يأجج ضد مارفك. طيب لكن حنا زي ما قلت يعني نحترم العقد ما تدري إيش فحوى العقد. طيب بيرد عليك أبو محمد تفضل. أبو محمد موضوع مارفك موضوع حساس احنا انتقدناه قبل وانتقادنا في محله ولا زال مستمر. أما حكاية أنه يحضر 15 مباراة فقط للدوري السعودي ويترك بقية المباريات للمساعدين فين المساعدين عن اللاعبين اللي يفترض أنهم يكونون جاهزين أمس؟ في لعيبة جاهزين أمس أنا ما بذكر أسماء يعني أعطينا اسم. لا لا الحكاية السبب واحد فقط لا غير لأنه إذا انتقدت الآن مثلا لو قلت انتقدت مثلا يحيى الشهري يحيى الشهري حينزل مباراة أساسي ممكن بعد يومين يعني إيش يكون ردة الفعل كنقاد وإعلاميين ننتقد يحيى الشهري؟ بالعكس يحيى الشهري أدى وبقية المجموعة أدوا ولكن كان موجود في الاحتياط مجموعة يفترض لو أنه مارفك متابع للدوري السعودي كان نزلوا أساسيين في مباراة الأمس وأخطاء فردية قاتلة يعني ما يسوونها لعيبة بدائيين يعني يا أبو بس واحد مع احترامي لو سمحت
المنتخب امس ادى مستوى جيد، كان في مثلثات ومربعات ما قد شفناها من فتره طويله. صحيح انا اتفق معك، فكان في ضغط على حامل الكره، كان في تحرك بدون كره، كان في خلال النص ساعه الاولى كان في ضغط مستمر من المنتخب. شفنا هويه كان بالضبط، ولكن في نقطه مهمه ايضا، وعلى الاداريين ينبهون المدرب ايضا لها ويدري ينبهون اللاعبين في المباريات القادمه. حكايه انك تستنفذ جهدك في خلال 30 دقيقه وعدم توزيع الجهد على بقيه المباراه، هذه نقطه، ما كان يعني في استمراريه للنهج. اي بالضبط، صح. يعني فيكون الاعتدال مناسب في مباريات. هذه ثقافه في اللاعب السعودي، ترى ما هي من المدرب. المدرب يعني يحط الخطه، اتوقع ان خطه على مدار المباراه، لاعبنا يعني ما يتقيد بشيء. لا طبعا، هذا تكنيك ويفرق عن التكتيك اللي يضعه المدرب. التكنيك ايضا مسؤول عنه مارفك. التكنيك هو طبعا في فرق بين التكتيك والتكنيك. التكتيك اللي هو خطة المدرب، التكنيك اللي المهارات اللي يمتلكها اللاعب وينفذ بها خطة المدرب. طيب، التكنيك طبعا يبدأ من الفئات السنية، ولكن أيضا يستمر مع اللاعب حتى الاعتزال بالتطبيق في كل تمرين. وأنا متأكد أنه مارفيك طبعا قاعد يقدم أداء تكنيكي مع المنتخب، أداء رائع، يعني مع بعض الأخطاء، من تحفظي على بعض الأخطاء الفردية من اللاعبين. صح، يعني لو لاحظنا يعني أخطاء ياسر المسيليم، يعني أمس كانت شبه، بس والله أقنعوني، قال لك ياسر المسيليم أنقذنا في مباراة وما حد يخطي. يعني أنا أقول لك يعني ما مستحيل أحد ما يخطي، ولكن في بالإمكان أفضل مما كان. يعني صح، يعني قصدك أن يعني ممكن لو أنه متابع للدوري كان يعرف أنه محمد العويس أفضل من ما يلعب محمد العويس أبو أحمد. يعني قصدك أنه يعني قصد أنه يمكن هو أكثر يكون أكثر جاهزية. أكثر جاهزية. طيب سام يا ابو محمد، يعني نكون منطقيين. اوكي، ياسر المسيليم امس كان ما كان في يومه، لكن المباراه اللي قبل، مباراه العراق ومباراه تايلاند، يعني حفظ ما وجهنا بصراحه، كان هو النجم الاول. طيب، وبالنسبه للدقيقه بس، بالنسبه اقول متابعه الدوري، ترى ياسر المسيليم متالق مع النادي الاهلي، يعني بعد ما كان ياسر المسيليم احد اسباب ترى هذا الحارس انظلم كثير، هذا احد اسباب فوز الاهلي. يعني يمكن انا نقول السومه هو العنصر الكبير، هو جروس والاداره، لكن ياسر المسيليم كان احد اسباب فوز الاهلي بالدوري او الدوري الجميل الموسم الماضي. ترى هذا الرجل ما اعطي حقه كثير في الملاعب السعوديه. هذا طب يا ابو جاسم، انا اعرفه شخصيا من يوم انه كان صغير، كان لانه كان هو لاعب في نادي هجر، وكان تعرفه معرفه شخصيه. هذا الرجل على نيته طيب جدا جدا، والله يعطيه على قد نيته بصراحه. احنا ما طيب، ما لنا علاقه انه طيب والاخلاق. احنا نتكلم عن منتخب وطن، احنا نتكلم الجمهور الرياضي وكافه الاعلاميين وكافه يعرفون ان العويس افضل حارس سعودي موجود الان. يعني انا مع احترامي للسيد مارفك واختياراته، هذا شيء راجع له، ولكن انا رايي، انا انت قصدك رايك هذا يعني انه لو تابع الدوري السعودي، انتقادنا في محله، لو تابع الدوري السعودي ممكن يطلع باختيارات افضل يا ابو محمد، وقصدك كذا. منصور عبد الله، تفضل. الحمد لله ان احنا كشفنا شيء من اسرارك في الموضوع هذا، لكن ليه وش السر؟ لا ما في اسرار، ما في اسرار. انا كشف انه الان بيحبط ياسر المسيليم، يعني لو صار شيء. لا ما هو يعني يفترض والله يعني نبتعد عن احاديث بالاسماء للاعبين، لانه عندهم مباراه بعد يوم. طيب، انا هذا اللي اتمنى. خلينا نرجع باريحيه اكثر ونتكلم اكثر على المنتخب، بس خلونا نشوف في البدايه الان تقرير عن مباراه الامس، اعده الزميل الجميل والانيق عبد الله سرحان. مسابقة تصفيات كأس العالم 2018 المؤهلة إلى روسيا لقارة آسيا، ومن أبرز المواجهات التي ذهبت الأنظار إليها اللقاء الأهم والأصعب، وهو المنتخب السعودي ونظيره المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. صقورنا نزلوا إلى أرض المعركة بدافع قوي من أجل الروح والقتالية ومواصلة سلسلة انتصاراته وكسب النقاط الثلاث الثمينة. انطلق اللقاء وبألحان العشاق، فجأة منتخبنا جاره بطل القارة بهدف من أقدام القائد الذهب تيسير الجاسم في الدقيقة الخامسة من أول اللقاء. منتخبنا أبرز الروح القتالية في أرضه وحبس أنفاس الخصم للمحافظة على الشباك حتى آخر الدقائق من الشوط الأول. استقبل الأخضر هدفا من خصمه في الدقيقة 44 برأسية من كرة ثابتة.
انتهى النصف الأول من المشوار وعاد اللقاء في النصف الثاني، واستمرت المعركة إلا أن الكنغر الأسترالي استغل ثغرات صقورنا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 70 من المباراة. وقد أصر منتخبنا على العودة إلى المباراة وإرضاء كل عاشق، ووقف على قدميه من أجل وطنه. بل أن المدرب الفني مارفيك نجح في التغيير بدفع المهاجم العائد ناصر الشمراني، وفي أقل من 7 دقائق فقط من الهدف الأسترالي فجر الزلزال هدف التعادل للعودة إلى أجواء اللقاء. حاول صقورنا الانتصار، بل إن المشوار المؤقت لم يسعفهم. انتهت المعركة بتعادل لكلا الطرفين، ليصبح منتخبنا في المركز الثاني وفي جعبته من النقاط 7، وفي انتظار المواجهة الحاسمة يوم الثلاثاء القادم أمام الجار الإمارات. وفق الله منتخبنا في مشواره إلى كأس العالم. أعطونا يا شباب، خلونا نشوف أول شيء الجرافيك الآن لنتائج أو نتائج مجموعة المنتخب. خلونا أعطونا الجرافيك شباب، هذا الجرافيك للنتائج كاملة. السعودية وتايلاند 1-0، والعراق فزنا عليها 2-1 كانت هذه هناك. السعودية وأستراليا الأخيرة اللي أمس كانت 2-2 في السعودية. أعطونا الجرافيك الثاني اللي لترتيب مجموعة المنتخب كاملة. هذا الترتيب: أستراليا الأولى بسبع نقاط بفارق الأهداف، الثانية السعودية بسبع نقاط أيضا، الثالثة والرابعة الإمارات واليابان 6 نقاط، العراق وتايلاند بلا شيء. أبو محمد، المجموعة مقسمة، وترى هذا أنا أشوف الشكل العام يعني وهو من صالحنا، يعطينا بعد أكثر أن المباراة الإمارات صعبة. عندنا السعودية وأستراليا نفس الرصيد النقطي 7، الإمارات واليابان 6 متأهبين، أي فوز قادم ممكن ينزلك تحت، العراق وتايلاند بحظوظ أقل. طبعا يا ابو جاسم، المجموعه صعبه يعني بكل ما تحملها الكل معنى. يعني المجموعه السعوديه طبعا هي اقوى من المجموعه الثانيه بكثير بمراحل، وطبعا الان العراق وتايلاند رفعوا تقريبا الرايه البيضاء يعني بالنسبه لك كامل. الان هي بين 4 منتخبات، صعب جدا. انت تتكلم عن اليابان، فريق متمرس من عام تقريبا 98 او 4 ما فارق كاس العالم، ايضا المنتخب الاسترالي، يعني مهمه صعبه جدا. ولكن احنا مطمئنين ان شاء الله، مطمئنين يعني بعد ما كنا فاقدين الامل قبل بدايه التصفيات، الحين نقول لك ان شاء الله الامل موجود. طيب. لكن احنا نقول بالنسبه لاستراليا، انا كتوقع شخصي اتوقع ان استراليا بتكون مترشحه كاول، اتوقع بالشكل هذا. طيب ابو احمد، الحين عندنا ترى كنا نقول اول ان استراليا عندنا هذه المباراه مفترض غرب. الان انا يوم قعدت احسبها بعدين شفت ان الامارات لو فازت عليك لا قدر الله يعني في مباراه الثلاثاء بالضبط حترتفع الامارات، وممكن استراليا تفوز. الى الان تطلع. الى اي ممكن انت تنزل ولا كانك سويت شيء في البدايه. الان 4 فرق كلها مترشحه صحيح، وعندك مباراه ترى وباقي مباريات فقط من المجموعه من 10 مباريات يعني باقي امامنا 7 مباريات. فاللي واكثرها خارج ارضنا، من الخطا ان نقول انت من الان نرشح ونتفاعل بالدرجه الكبيره. التفاعل زين، ولكن نقرا الواقع بشكل دقيق يعني، ولا ندخل مباراه الامارات بغرور او بثقه في النفس زائده عن الحد المعقول. الثقه جيده في ارض الملعب، ولكن لا تزيد عند اللاعب وينسى انه يلعب لمنتخب وطنه. صح، الروح لابد تكون حاضره مثل ما كانت حاضره في مباراه استراليا. المجموعه مفتوحه على كل المسارات، الامارات لها فرصه، اليابان، السعوديه، استراليا، كل الفرق الان لها فرصه. ولكن باذن الله تعالى انه نجوم المنتخب قادرين على الفوز ان شاء الله يوم الثلاثاء بعزيمه الرجال بدعم الاعلام. لاني لاحظت يعني ملاحظه في بعض الصحف وبعض التعاطي الإعلامي من بعض الزملاء الإعلاميين وبعض الجماهير أنه يمد تمجيد لاعب على حساب البقية، يعني وهذا خطأ. يعني ال 11 لاعب أمس كانوا كلهم نجوم، كلهم مقاتلين، ما قصروا.
يعني بعض الزملاء مثلا وصف ناصر الشمراني بأنه يعني هو كان المنتخب يعني. وهذا لو يصدر الكلام من جماهير ممكن ينقبل إلى حد ما، ولكن من إعلاميين أنا أرفض الطرح هذا، لأنه ناصر الشمراني أبدع وجميع اللاعبين أبدعوا. يجب أن تنصهر جميع الألوان في لون واحد هو الأخضر لترتفع الراية. طيب أبو أحمد، ما تشوف أنت في الآونة الأخيرة، يعني أنا كنت مثلك والله مؤمن أن الإعلام، بعض الإعلام ما نعمم لغة التغميم، لغة التعميم هذه ما أحبها كثير، لكن بعض الإعلام كان ممكن قاتل بعض مسيرة الأخضر في التصفيات. لكن أنا صراحة شفت أمس حالة مغايرة، يعني الواحد إذا شاف النقيض ممكن يعترف. أنا شفت أمس صراحة يوم المنتخب قدم مستوى وقدمنا روح كبيرة، كل الإعلاميين انتهت الألوان أمس، شفت كل تويتر، حتى تويتر والأشياء كانت كلها في عنوان واحد أخضر. ممكن لغة المنتخب وتطور المنتخب ممكن يأثر، هو اللي ممكن يأثر على الإعلام، هو الإعلام اللي يأثر على المنتخب بالضبط. ولكن كان في اليوم، كان في اليوم طرح من بعض الإعلاميين وفي قنوات فضائية أيضا وفي بعض الصحف إعلاميين طرحوا أنه ناصر الشمراني هو كان المنتخب وكان يعني السبب الأول في أنه المنتخب انتصر. نسيوا أنه مثلا أنه تيسير الجاسم مثلا سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني. أمس ما كان يعني الكل بداية الهجمة، الكل ممكن تذكر له حسن، كلهم أبدعوا أمس. والدليل أن اللاعب يعني والدليل يا أبو محمد ودي أشرك معنا في الحوار، والدليل أن اللاعب اللي ما كان ظاهر مجهوده كثير، يعني ما كنا نشوفه كثير في الملعب، هو اللي أخذ أفضل لاعب في المباراة واللي هو حسن معاذ، اللي بصراحة هذا اللاعب يعني الآونة الأخيرة الشبابين، أنا أشكر جدا الشبابين خصوصا سامي الجابر عاد لنا لاعب من طراز حسن معاذ. أتفق معك في نقطتك الأخيرة، حسن معاذ عاد بقوة من خلال نادي الشباب وكان تأثيره واضح على المنتخب. بالنسبة لهذه اللي تكلم عنها أخوي محمد، عملية أن البعض يمجد لاعب عشان نادي، أنا أتمنى أنها تكون هذه إن شاء الله أنها تكون شواذ، يعني هي كانت موجودة في السابق، موجودة وبكثرة لكن أعتقد أنها في الفترة الأخيرة بالذات أعتقد أنها قلت يعني. واللي تكلم عنها أخوي محمد أتوقع أنها شواذ ولا نتطرق لها يعني إن شاء الله. طيب بنادول كاتب أخ هاني يقول لضيفك، لو مارفك يتابع الدوري ما كان شاهد العويس لأنه احتياط في الشباب، بالمنطق المسليم الأفضل حاليا. أيضا أبو ثامر كاتب لو العويس أفضل لما الشباب يلعب بوليد إلى الآن. مشعل غامدي كاتب أتفق مع أبو محمد، السعودية قدمت مستوى كروح وأداء لن تتعادل مع أستراليا بالروح فقط، جميل يا مشعل. أبو إبراهيم كاتب لا يغركم مستوى المنتخب لأنه لم يقدم كل ما لديه والمدرب أخطأ بزج هجزازي كأساسي لأن الدكة فيها أفضل منه. كاتب مشعل المنتخب لم يقدم هذا المستوى من 9 سنين، ولكن لا نقول إلا المنتخب عاد مثل الزمن الجميل ونشكرهم على هذا المستوى. حتى الجماهير يا أبو أحمد فيها ما بين مؤيدين للفرح الكبير وما بين أنهم حذرين تفاؤل بحذر أو أنه فرح ب أنا مع ثقافة الاحتفال بأي إنجاز صحيح، حتى لو مباراة واحدة، حتى لو تعادل ولا حتى لو خسرنا أمس، ترى مستوى اللي أمس قدم المنتخب صح والله ما كان أحد يلوم أحد، ما حد بيتكلم أبدا يعني يعني نحتفل يعني ما فيها شيء، نحتفل ولكن بمنطق وبواقع وبهدوء، لأنه الثقة الزائدة أخاف أنها تنعكس سلبا على أداء اللاعبين. نقول لهم ما قصرتم وبيض الله وجيهكم، ولكن القادم أصعب، القادم أمامكم 7 مباريات يجب أن تكون روح مباراة أستراليا متواجدة نسخة مكررة وأقوى في جميع المباريات 7 المتبقية. كوي بس. طيب خلينا نروح الحين نشوف أخبار الملعب بعدين نرجع لكم. أكد رئيس اتحاد القدم أحمد عيد أن أهمية الالتزام الخططي طوال فترة أي مباراة يجب أن يكون حاضرا لأهمية ذلك في عدم حدوث أي خلل خاصة في الدقائق الأخيرة سواء للشوط الأول أو الثاني، وأن تفاصيل صغيرة يمكن أن تؤثر على نتيجة أي مباراة. وأضاف أن الأخضر كان الأفضل والأقوى، وأشاد بما قدمه الهولندي بيرت فان مارفيك والروح العالية والأداء الكبير من اللاعبين، وأوضح أن الحكم مبكرا أو إعطاء قراءة مستقبلية للمجموعة، وقدم شكره
شكره لجماهيره التي شجعت منتخب بلاده بحرارة طوال الشوطين. طمأن المشرف العام على المنتخب طارق كيال الجماهير السعودية على إصابة اللاعب عمر هوساوي والتي تعرض لها في مجريات المباراة، وهي عبارة عن شد في العضلات وأنها لا تدعو للقلق. وأضاف أن سهلاوي يخضع للتأهيل وتجهيزه لمباراة الإمارات الثلاثاء المقبل. أكد مدرب الأخضر بيرت فان مارفيك بأن المباراة لم تكن مثيرة كما يرى البعض سوى في 20 دقيقة الأولى بتطبيق أسلوبنا بالاستحواذ والضغط العالي، وسجلنا هدفا رائعا وبعدها فقدنا السيطرة لأننا لا نستطيع الإكمال على ذات النسق طوال 90 دقيقة. أجمع لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم على أن نقطة التعادل الثمينة أمام منتخب أستراليا في تصفيات كأس العالم تعود للحضور الجماهيري الغفير الذي ملأ مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وأشاد لاعبو الأخضر بالجماهير ودعمهم خلال مجريات اللقاء. استأنف لاعبو الأخضر تدريباتهم صباح اليوم الجمعة بمران صباحي في صالة الحديد، وقسم الهولندي بيرت فان مارفيك اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت الذين شاركوا في لقاء أستراليا وأجروا مرانا استرجاعيا في المسبح برفقة المعد البدني، بينما أدت المجموعة الثانية تدريبا باستخدام أدوات اللياقة، ويستعد الأخضر لملاقاة نظيره الإماراتي في الجولة الرابعة للتصفيات يوم الثلاثاء المقبل. الحين خليني أقرأ لك يعني دليل، أنا شفت أشياء جميلة في الهاشتاج، يعني دليل أن المنتخب كان الكل مبدع في هذا المجال، كل واحد قاعد يلاحظ جزئية معينة. حمد الحمد يقول لا شك أن المنتخب تطور إداريا وهذا من أهم الأمور لتحقيق الإنجاز. أرجعوا على المسيليم، قال لك ننتقد المسيليم ونحفز لتقديم الأفضل، ولكن من يطالب بتغييره وبعدها هؤلاء إعلام أندية هم التنثير على المسيليم. أنا لهذا السبب قلت أنه ما راح يفترض أنه ما نتكلم في أسماء لاعبين، يعني بدأ يشككون في ياسر المسيليم لاعب مبدع ولاعب رائع، ولكن هذه وجهة نظر تخصني أنا صح، ما تخص أحد غيري يعني. وأنت يعني قصدك أنا أرى ياسر جيد، أنت المقصد أنه ياسر جيد لكن هناك الأفضل، هناك الأفضل في وجهة نظري أنا يعني. طيب خلينا نروح لقضية ثانية، قام الاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل مشتركة مع المركز الدولي للأمن الرياضي أمس الأربعاء في مدينة الرياض عن الوقاية من التلاعب في نتائج مباراة لحكام كرة القدم، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد والمركز والتي أبرمت بين الطرفين في أغسطس الماضي في العاصمة البريطانية لندن. على هامش هذا اللقاء كان لنا لقاء مع الحكم أو رئيس الحكام حاليا أو الخبير التحكيمي هارولد ويب، خلينا نشوف اللقاء ونرجع لكم. Focusing on the problem of match fixing, not because we think it's a particular problem here in Saudi Arabia. تم العمل على إلقاء هذه الورشة أو الاجتماع مع الحكام السعوديين ليس لخطورة وجود التلاعب بالمباريات السعودية، لأن هذا شيء مو موجود، ولكن فقط بالاتفاق مع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والمركز الدولي للأمن الرياضي تواجدوا هنا فقط لتعريف الحكام عن أخطار هذا التلاعب أو عموما تعريف موضوع التلاعب بنتائج المباريات، وفقط أنه حكامنا أكيد استوعبوا الدرس منهم، عرفوا أنه أول شيء كيف يميزوا أو يعرفوا كيف يبدأ التلاعب وكيف إنهم يقاوموا هذا الشيء، وثالثا كيف يسووا تقارير أو يرسلوها ومعرفة دائرة التحكيم وهكذا. طبعا بالتأكيد لا يوجد حالات تلاعب في السعودية، ولكن فقط زي ما كرروا الكلام إنه عملية تعريف فقط للحكام كيفية التعامل مع هذه الأمور الفاسدة. To give as many opportunities as possible to Saudi. طبعا نيتي وجودي هنا اصلا في السعوديه هو اعطاء الثقه الاكبر للحكم السعودي، واذا ما طلب مني طبعا حكام اجانب ببعض المباريات في دوري ابو ظبي الجميل، فانا طبعا بحاول الاتفاق مع حكام قمه يعني مستويات قمه الاتحاد الاوروبي خلافه، فعلى اساس انهم يكونوا كدرس مثلا حكام، ولكن عملي الاساسي ونيتي الاصليه هي وجود الحكم السعودي، وخطوه بخطوه يعني نتمنى انه يكون الاعتماد No, we have a good communication between the clubs and my department and and. أعتدت في البداية على عمل تواصل وجسر تواصل مع الأندية في السعودية، ومتواجد هذا الجسر وأنا مستعد أستمع لأي يعني كلام يقال عن الحكام وهم مرحب
اللاعبين في اي وقت بدهم يتصلون علي وعندهم ارقام تليفوناتي. بعد ما سوينا اكثر من لقاء معهم ودائما صدري رحب مفتوح لاي كلام، وهم اكيد رؤساء الانديه برضو يطلب منهم انهم يفكروا في تطوير الكره السعوديه من خلال تطوير الانديه نفسها وتطوير الحكم. It's difficult to separate me as a referee from my job now as director. اولا لا اقدر استطيع طبعا ان انا افصل نفسي شخصيتي يعني كمسؤول عن حكام التحكيم في دار التحكيم وكهاورد ويب الحكم المعروف، ولكن اؤكد لك بانه الحكم السعودي واحد من افضل الحكام اللي راهم، لانه بيقدر يقارن هو كحكم برضه خبير في بعض الاخطاء اللي بتحصل في حكام سواء في اوروبا او في اليورو ليجز او في اخطاء من الحكام، ولكن الحكم السعودي متواجد في صوره كويسه يعني. ايضا على هامش هذه الورشه بنرجع يعني نعلق على كلام الاستاذ او الخبير هاورد ويب، لكن خلينا نشوف حديث ايضا على هامش هذه الورشه للحكم الدولي فهد العريح. الدورة كانت أو المحاضرة أو الندوة أو بمعنى صح ورشة العمل، لأن كان فيها أخذ وعطاء من الحكام المشاركين والأخوة المحاضرين المسؤولين من مركز الأمن الوقائي. طبعا هم كانوا يتكلمون عن أساليب وما الأساليب، الحمد لله طبعا كل ما ذكر ما هو موجود عندنا في المملكة العربية السعودية، ولكن هي رسالة كانت موجهة خصوصا من الحكام الدوليين اللي يطلعوا يشاركون برا، تعرف يعني الثقافات مختلفة والشعوب يعني، فهي رسالة تحذيرية وتوعوية أكثر من أنها وقائية. لا هي مش قضية ما استفادوا، بالعكس الفائدة موجودة، ولكن أنا أقول لك هي يعني يمكن الفائدة الأكبر كانت للحكام مشاركين خارجيا، لأنه هي القضية أو المركز هذا معني بالمراهنات والمراهنات طبعا تعرف مش موجودة في السعودية، ممكن تكون موجودة أنا ما أعلم عنها بشكل مخفي، لكن تعرف الدول الأوروبية والدول الأجنبية موجودة بشكل رسمي ومصرح لها. فهو كانت هذه الفكرة يعني والمحور الأساسي كان في اللقاء والنقاش اللي هو موضوع المراهنات، هي موضوع يعني بس كان توعوي يعني يختص بالحكام الدوليين أكثر من الأخوان. لا هي النقطة الأساسية الكلام حيطلع بدون ما حد يضرك، هي الحمد لله الواحد المقام الأول يخاف ربه ويخاف على سمعته، وبعدين هي الشغلة يعني على غرف واضحة يعني أنا كحكم أدل عليه اللاعب يأدل عليه المدرب يأدل عليه توفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كل بني آدم أو كل شخص بيفسر خطأ معين أو بيفسر تقصير معين اللاعب أو حكم أو المدرب أن هذا متلاعب، ما راح أحد يستمر في المجال هذا مهما كان الشخص اللي قال وعددهم وتأثيرهم في المجتمع، يبقى رأي ما أقدر أصادره، وعليها يعني أنها يعني الواحد يعني يوزن الكلمة قبل ما يقولها أفضل له والغيره. والله شوف الموسم الماضي طبعا هو جاء بعد يعني بدأ شغلة الفعلية يمكن بعد بداية الموسم كم شهر، ما زال شوي يعني تعرف مشكلة المملكة العربية السعودية كبر حجمها وتباعد المناطق، يعني احنا تشوف احنا بعد كل جولتين نجتمع وهو متعب علينا احنا كحكام ومتعب عليهم كحكام، عكس لما تكون الجميع في مدينة واحدة وجروب واحد ممكن يجتمعوا بشكل اسبوعي او بشكل اسبوع اكثر مرة. هو مش مقصر يعني قاعد يسوي اللي عليه ويطالب الحكام، ما يخلى العمل واي عمل سواء عمل استاذ هاورد او عملنا احنا كحكام من اي نقص، لابد من وجود نقص، لكن ان شاء الله احنا وياه قاعدين نحاول نلاحظ النقص ونطور العمل. ابو محمد انا ودي اسالك عن جزئيه معينه، انا قاعد اسمع لهذا الكلام وهذا الحديث ما بين هاورد ويب وما بين الحكم الدولي فهد العريني. مثل هذه المراهنات واللي احنا يعني كشعب سعودي او كشعب مسلم صعب اننا يعني صعب انها تكون عندنا بقدر ما هي في يعني في الغرب، انت كيف شايف هذا الامر وكيف شايف انت تقيم ورشه لمثل هذه الامور؟
طبعا هي الورشه حسب انا علمي اقيمت هنا بسبب الاحداث اللي صارت في مجزل, اعتقد كذا هي صارت لها علاقه يعني بالمجزل العام الماضي. طبعا هذه انا وجهة نظري هي اعلامية اكثر من انها يعني كاستفادة, لان الحكام السعوديين هم عارفين كل شيء, بالذات موضوع زي ما قال الاخ فهد ان هذه تتعلق بالتحكيم الخارجي وما يحدث من رهانات من رشاوي مالية ورشاوي اشياء ثانية بطرق ثانية مثل ما حدث للحكم اللبناني صباح. لكن نقول ان شاء الله انها فيها فائدة, ولكن السؤال الان للحكام هل معني يعني انت الان من خلال الورشة هذه نقول الحكام متى ما شاف اي حركة في الملعب او شيء يكتب تقريره ان حدث في تلاعب او كذا, هل هذه من صلاحية الحكم زي اللي يوقف مباراة؟ انا اتكلم ابو محمد, وكنت اتمنى ابو محمد زي اللي كانت في مباراة الوحدة اللي هبط فيها الوحدة, كان التقرير اللي كتبه المراقب المباراة يوم تأخر الفريقين هذه كانت جزء يعني يعتبر طبعا صحيح كلامك. طبعا هذه طبعا صارت عليها لقط كبير الحادثه هذه المقيم نفى وكذا, يعني صارت عليها لقط كبير, دي كانت فرق بينها 5 دقائق, وفعلا يعني المقيم هو اللي قام بالاتصال على عمر مهنا وقال المباراه تاخرت, ويعني فعلا. لكن زي ما قلت لك اياها انا بالنسبه لموضوع التلاعب هذا موضوع كبير جدا 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 يعني, وهم زي ما قال اخوي الكابتن فهد العريني هي موضوع من التحذيرات او التنبيهات يعني, والحمد لله احنا ان شاء الله نقول ان شاء الله احنا نفس احنا بلد مسلم وكذا, ان شاء الله ما موجود عندنا هذه الاشياء المراهنات وغيرها يعني. طيب انا في موضوع ودي اطرح يا ابو احمد وابو محمد, موضوع يعني ودي اطرح اليوم هو تساؤل عن ابو جاسم. تفضل. ترى صوتك مش متفاعل مع صوتي, تأخر. أهم شيء إنك تسمعني, ما عليك بننتظرك إلى ما تسمع وإلى ما تتيقن من كل كلمة يا أبو محمد. اليوم في موضوع يعني ودي أطرحه قلت لكم, هو تساؤل عن قضية معينة يعني, كنا كلنا استبشرنا خير في الحكم الدولي أو الحكم عفوا الدرجة الأولى خالد صلوي, حكم يعني بزغ في لقاء مهم في لقاء الأهلي والاتحاد, الكل توقع الفشل يعني زي مثل الآونة الأخيرة في كل لقاءاتنا الكبيرة كنا دائما نعتمد على الحكم الأجنبي, أثبت الحكم خالد صلوي يعني أنه حكم كبير وأدار المباراة إلى بر الأمان. قضية اختيار الحكم الدولي المقعد الثاني, كان الآن عندنا مقعدين لاختيار الحكم الدولي لقائمة الحكام السعوديين اللي هم ساحة لعام 2017, أخذت أبعاد خطيرة هذه القضية, فقد توالت الاتهامات على لجنة الحكام الرئيسية بسبب منح إشارة للحكم سلطان الحربي على حساب الحكم خالد صلوي والذي قاد أقوى مواجهات الموسم والديربي المنتظر بين الأهلي والاتحاد. وهذه تغريدات الرجل خالد صلوي يعني طلع في الانستغرام أو في تغريدات معينة, الرجل كأنه يتعرض إلى ظلم معين وكأنه يعني كان ينتظر شيء معين من هذه اللجنة بعد هذه المباراة. اللي أنا فهمته من الحكم, أنا اتصلت على خالد صلوي, دائما أنا في أي قضية أحاول أخذ الأطراف كاملة, اتصلت على الطرف الأول الحكم درجة أولى خالد صلوي, هذا الرجل كان متحفظ جدا, قال أنا عندي مباريات قادمة, أنا صحيح يعني أنا أني كنت أتمنى الإشارة الدولية لكن أنا لن أتحدث أبدا في هذا الموضوع, أنا عندي مباريات قادمة مهمة ودي أركز عليها ودي أطور نفسي. سألت عن مبدأ العمر, أن 34 اللي هو الخلاف كان أن 34 ما يدخل, قال لا 34 عمر يسمح بالدخول ضمن حكام النخبة ولأن يكون حكم دولي. سلطان الحربي يعني المرشح الآن لهذا الشارة للمقعدين في الشارة الدولية اللي هم سلطان الحربي وكذلك الحكم عبد الرحمن السلطان. أبو محمد وأنت الأقرب لعالم التحكيم, يعني من يستحق الشارة الدولية الآن؟ صلوي يعني بعث برسائل عبر تغريدات أكيد يعني أكيد منطقيا التغريدات هذه كان موجهة لأحد اللجنة, يعني ترى أن سلطان اللجنة ترى سلطان الحربي وعبد الرحمن السلطان أحق, اللي يعرفه خالد صلوي
له 3 سنوات حكم أولى، وسلطان الحربي في 1/1/2016 كان حكم درجة أولى، وفي 1/1/2017 حكم دولي. كيف هذه الحسابات؟ في أصلحها بس تعديل. تفضل. 1/1/2016 كان حكم درجة ثانية. أها. و1/1/2017 بيكون حكم دولي. طيب طبعا انت وجهت لي السؤال من الاحق. انا ما بيقول لك من الاحق، بس انا بعطيك معطيات ونترك الامور للمشاهد او طبعا في مقعدين شاقرين بعد اعتزال مرعي العواجي وسحب الشارة من الحكم صالح الهذلول، كان يجب على اللجنة ترشيح او اختيار حكمين للشارة الدولية. طبعا في اتفاق على عبد الرحمن السلطان كمقعد اول، وكان التنافس على المقعد الثاني بين سلطان الحربي والحكم خالد صلوي. طبعا الحكم حسب معلوماتي هاورد ويب عنده يعطي تقارير في نهاية الموسم، أعطى تقرير على خالد صلوي وسلطان الحربي في نهاية الموسم الماضي. طبعا التقارير تصب لصالح خالد صلوي، ولكن بنسبة ضئيلة، يعني بنسبة يعني مش كبيرة، نسبة يعني نقول 8.5 لخالد صلوي، 8.3 لسلطان الحربي. طبعا هاورد ويب يعني، وهذا أنا عندي تحفظ، ان يعني يفترض ان من يختار الحكام الدوليين هو هاورد ويب، لان هاورد ويب الاتحاد السعودي تعاقد معه عشان يطور التحكيم ويختار الحكام ويبرزهم. صح. هذا يعني هذا المفروض الاختيار حكم دولي. يعني الان المفروض اذا كان في مشانق تعلق السبب او ذا نعلق على هاورد ويب، تعال يا هاورد ويب انت اللي اخترت الحكام الدوليين. حسب معلوماتي ان هاورد ويب زي ما تقول وقف في النص، لا يعني لا مع هذا ولا مع، يعني محتار يرشح مين. معاي لجنة الحكام الرئيسية في لائحة عندها، اللائحة ان اللي صوت للحكام الدوليين هم اعضاء اللجنة. وطبعا اعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس هم 5 أعضاء، تم التصويت على سلطان الحربي واللي هو خالد صلوي. خالد صلوي خذ 2 صوت والسلطان الحربي 3 أصوات، وبالتالي تم ترشيح. طيب اللجنة مين يا أبو محمد؟ عطيني اللجنة، قولي اللجنة مين؟ طبعا تتكون من رئيس عمر المهنة. طيب ومين؟ ويوسف ميرزا ونائب رئيس اللجنة سعد الأحمري وعلي المطلق ويوسف العقيلي. طيب أنا تعرف التصويت يا أستاذ أبو جاسم. طيب أنا أروح الدولية بالتصويت بينما عندي تقريرين، خالد صلوي في التقرير كان أفضل من عبد الرحمن، أفضل من سلطان الحربي. يا أبو جاسم هم انظروا لها. أبو محمد خليك يعني خليك صريح في هذا الموضوع بالذات. يعني كيف أنا أروح للتصويت؟ أنا ممكن أأثر، أنا كرئيس لجنة كعمر المهنة أنا ممكن أأثر على أحد أعضاء اللجنة، أنا ممكن رغبتي أني أعطي صوت، حتى عمر المهنة عنده صوت. كلامك صحيح 100%. طبعا أنت سبقتني. أنا بالنسبة لوجهة نظري يفترض، أنا قلتها في البداية، لجنة الحكام الرئيسية ما له علاقة باختيار الحكام الدوليين، أنا عندي مدير دائرة هو المعني باختيار، بغض النظر عن اللائحة اللي موجودة في الاتحاد السعودي أو في الاتحاد الدولي أن لجنة الحكام. أنا مدامني يعني نشوف في قطر مثلا ناجي الجويني مستحيل يترشح حكم دولي أو حتى حكم يحكم بدون موافقته، برضو في عمان، برضو في الإمارات مدير دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي، في الاتحاد الدولي البوساكا هو مدير الدائرة، هو اللي يختار الحكام الدوليين اللي يشاركون في كأس العالم، مو برئيس لجنة الحكام. يعني يعني جاملوا يا أبو محمد، يعني جومل الرجل في هذا. لا أنا أقول لك هم قلت نقطة مهمة، قلت العمر، هم طبعا فكروا في العمر بينهم. طبعا خالد صلوي مواليد 1982 وعبد الرحمن وسلطان الحربي مواليد عام 86، فرق بينهم 4 سنوات. لكن الإجحاف هنا ممكن تكون إجحاف أن هذا درجة أولى له 3 سنوات، وهذا سنة واحدة فقط، وهذا سنة واحدة. النقطة الرسالة اللي بوصلها أو النقطة اللي أنا بقولها، كان يفترض مدام عندي حكمين
متنافسين والفارق بينهم ضئيل، يعني مثلا 8.5 و8.3، كان ممكن اخضع الثلاث حكام لاختبارات لياقيه طيب. اختبارات فنيه لغه انجليزيه بمعايير. طيب انا بجيك، انا على طاري اللغه الانجليزيه انا بجيك في هذه. يعني كلنا نتفق على موهبه عبد الرحمن السلطان، لكن معلومات الرجل ذهب لدوره حتى اختبار في نخبه اسيا في دبي، هو الحكم خالد الطريس. الطريس اجتاز هذه الاختبارات اللي كانت لغه اتوقع وقانونيه. نعم صحيح. السلطان فشل في الاجتياز هذا، كيف يعني؟ انا مستغرب كيف لجنه الاستاذ القدير، رغم اني انا اتصلت عليه وقلت له خالد صلوا بالذات ورفض المداخله، كيف اللجنه وضعت هذا التقييم كامله؟ يعني كيف عبد الرحمن السلطان فشل في هذه اللغه؟ حيقعد لك سنه كامله حيتاخر في ترشيح الحكم الدولي. طبعا زي ما قلت لك انا يا استاذ ابو جاسم، لابد انا ارشح حكم لابد يكون مكتمل المقومات لازم مكتمله، حكم دولي لازم يكون سوبر ستار. الشارة الدولية ليت شارة علقها على صدري. الشارة الدولية ماذا بعد الدولية؟ اروح اسيا دوليا كاس العالم، هذا اللي انا اطمح له. المفروض يخضعون الحكام لاختبارات بالذات لغة انجليزية، لان الاتحاد الاسيوي الان اللي ما عنده لغة ما يمشي حتى لو كان فنيا ممتاز. بالنسبة لعبد الرحمن السلطان الان زي ما قلت هو بيتأخر يمكن حوالي سنتين، يعني الآن هو بياخذ الدولية 2017 وممكن وفي 2017 نهايته بيروح دبي، بيروح دورة نفس الدورة اللي راح لها السنة هذه. لو اجتاز الدورة 2018 يرسلون مقيم من الاتحاد الآسيوي يحضر يشوف مباريات له في الدوري السعودي، اذا اجتازها 2019 يعني بيتاخر، يعني بيتاخر كثير. انا ما عندي بس اقول لك حاجه بالنسبه لعبد الرحمن، اللي انا افهم ان حسب ما وصلني ان في تظلم بالنسبه رافعينها دائره التحكيم. طيب. لانهم مقتنعين ان عبد الرحمن السلطان يجيد اللغه الانجليزيه. طيب ابو احمد، يعني هاردوي ابو العواجي من سالفه الاهلي والاتحاد، وانا يعني حسن في شيء صراحه، هاردوي ابو العواجي كانوا داعمين الرجل في اجتماع اللجنه كثير، حتى قالها الرجل معنا في لقاء، قال انه كان الترشيح من هاردوب والعواجي. المعلومات اللي عندي ان كان عمر المهنا مشغول كثير عن هذا الاجتماع، رغم انه كان متحفظ جدا على اختيار خالد الصلوي. هذه لجنه الفوضى وليست لجنه الحكام، يجب تسميتها بهذا الاسم، لجنه الفوضى المستمره، ونعاني منها من سنين يعني. ولا يعني احترامي الشخصي كشخص للاستاذ عمر المهنا، ولكن هو ليس الرجل الذي يمكن أن يدير لجنة بحجم لجنة الحكام. الظلم الحاصل للأستاذ خالد صلوي، للحكم خالد صلوي، هو ليس أول واحد ولا آخر واحد، في سبقه حكام آخرين. عندما وهذه القضية منظورة الآن، يعني تقارير موجودة، والرجل مفوق بتقارير الفنية وخبرته 3 سنوات، وتأخذ واحد بالتصويت. التصويت معروف علاقات، يعني ايش يعني؟ احنا نعرف بعض، احنا نعرف بعض، يعني ما نكذب على بعض ونقول صوتنا بمرئيات. اعمل اختبارات مثل ما قال ابو محمد، اعمل اختبارات كوبر، اختبارات فنيه، اختبارات. للاسف الحكام مظلومين مع هذا الرجل، ومستمر هذا الظلم. يعني الحكام بحاجه الى مساعده حتى في اختيارهم، يعني بعض الحكام لا يملك شخصيه ويتم اختياره حكم وينزل مباريات وينزل وشوي نشوفه يحكم في دوري جميل. يعني للأسف احنا اللجنة هذه تحتاج الى اعادة ترتيب على الاقل كاملة. وضح. على الاقل استاذ عمر مهنا، انا كثير مدحت استاذ عمر مهنا، قلت هذا الرجل حديدي في هذه اللجنة، لكن يعني انا شفت شيء من حديث القلب للحكم خالد صلوي. الرجل يعني كان لبق، ويعلم الله اني انا كلمته قال لي انا ما اقدر اتداخل، وانا يعني راضخ لاي قرار من لجنة التحكيم. ابو محمد، قبل ما اروح للبيان الاخير، بصراحة يا ابو محمد، خالد صلوي يعني كان يستحق على الاقل تقدير بعد مباراة الاهلي والاتحاد؟
انا ما نبقى لك يستحق او ما يستحق، انا اقول اخضع الاختبار، اختبارات هي اللي تحدد. ولكن كنت اتمنى من هارد ويب تحديدا يكون اكثر جراه ويمارس صلاحيته. طيب. هو اللي يختار الحكم الدولي. طيب. شيء ثاني بس بقول لك نقطه مهمه. ايه؟ اخر سبع سنوات كل الحكام الدوليين الساحه اللي ترشحوا تقريبا فشلوا في اجتياز اختبارات نخبه اسيا. ما شاء الله، هذا دليل واضح وكبير. ما عدا اللجنه كانت فهد المرداسي. طيب. احمد تركي الخضير. طيب. والان عندنا الهويش. طيب. وشكر الحمد. خلينا نروح للبيان قبل ما نختم، خلونا ناخذ البيان لجنه المسابقات اللي صدر اليوم عن كاس خادم الحرمين الشريفين. اعطوني البيان يا شباب. هذا البيان عقدت لجنة المسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماع من ظهر اليوم في مدينة جدة لتحديد بعض المواعيد الخاصة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري جميل وكأس ولي عهد. وقررت اللجنة ما يلي إقامة قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت 3 ديسمبر الساعة 1 ظهرا بمقر الاتحاد بالرياض. ثانيا، إقامة الجولة 14 من دوري جميل من 20 إلى 22 ديسمبر. إقامة الدور 4 من كأس سمو ولي عهد يومي 26 و27 ديسمبر. وسيقيم المنتخب السعودي الأول معسكر إعدادي ضمن مراجعة خلال الفترة من 17 إلى 3 أو 3 إلى 17 يناير. وستعلن أيام ومواعيد باقي جولات دوري عبد اللطيف جميل بعد قرعة دوري أبطال آسيا في 2017. أبو أحمد، عارف يا فيصل نخلص الوقت. طيب أبو أحمد جميل، عبد الله نزلنا، شرفتنا أبو أحمد، شكرا حضورك. شكرا جميل. تسلم والله، تسلم أستاذ هاني، وفرصة سعيدة، وإن شاء الله أنها كانت حلقة مثرية، ونتأمل الأجمل بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن. ونتمنى التوفيق لمنتخبنا، ورسالة لكل الجماهير والإعلاميين، هذا منتخب الوطن، أرجوكم ادعموه بكل ما تستطيعون. أبو محمد عبدالعزيز الملحم، شكرا جزيلا لك، شكرا لآرائك، يعطيك ألف عافية. أرسل لي مشموم يا واتفق مع أبو أحمد إن شاء الله مرة ثانية بني مصور سناب خلاص يا ارسل لي مشموم يا ابو محمد ارسل لي. على العموم نتمنى المنتخب السعودي يتفوق على منتخب الاماراتي، وانا متفائل ان شاء الله. طيب الختام، اشكر كل من ساهم في هذه الحلقة من مخرجين ومعدين، الشكر الاخير لكم مني انا هاني العزيز، حتى القاكم في حلقة قادمة، دمتم في امان الله. الأفضل تدلّى